اهلا وسهلا. اهلي ابو الطير. لك اهلين بابو الطير. اهلين وسهلين عيدو. لولي وين كنا؟ ايه ابو الطير بدي لك انت انه مشان السياره اليوم لحمك. ايوه بري عليك بس اوعى تدمعها. لا لك ابو الطير معلم بعجبك شو تدمع ما تدمع. ايوه هي بوسه خلص. لولي وين كنا؟ وين كنا؟ وين كنا؟ بالحاره كنا. كنا بالحاره قلنا لحالنا نجي لعندك هيك بدي اخذ موضوع الله يخليك اخي من اخرتك ومن سكاته. تفضل. انا بدي بنتك. ايوه ايه يا عمي ابو طير شو قلت؟ انت قد الفوتة جبرا؟ قد وقدود عمي قد وقدود. انا مشان ندى بعمل المستحيل. ايوه شوف جبرا انا صعي ما كنت صاحبي انا وابوه بس يشهد الله علي له ملائكة على كتافي. ابوك رجال من ظهر رجال وابضاي ونظيف. الله يرحمه. انا من ناحية المبدأ ما عندي مشكلة وبنتي غالية علي كتير كتير. وشلون بعرف غلاوتها يا حزرة؟ كيف تبين عمي ابو الطير؟ بغلاوة مهرها. ايه وانا جاهز ندى بتستاهل. شوف حبيبي جبرو مهرها بالقسم لقسمي متقدم ومتأخر. اما المتقدم فبدي 10 طيور منمه و20 مساوي والمتأخر بدي 44 مشكة يلي عندك وعلى ظهرهم الطير العمري. عمري عمري شو هاد؟ لك شو شو انت وياه؟ ان شاء الله شوية كتير فكر بالموضوع لبين ما اجيب لك. شباب هذا عم يعاجز معاجزة. طول بالك شباب طول بالك. بعدين كله في ذا الحب ما هيك؟ اخي انا برايي اذا في ذا الحب اعطيه اعطيه انت اسكت ها؟ اسكت لا تحكي ولا كلمة انت بس بدك القصة تفوز بس. انا؟ انت الله يسامحك يا جبرو. لك شو بك عم تطلع فيني؟ لك انا بدي الجوازه تصير اساسا ادفع لها مهرها. لك يا حبيبي الحمام بيتعوض بس ندى طيرها ما في ليك لملونه ما بتعوض. على فكره هو عمل هيك مشان انت ترفض ويرجيها لبنته ندى انه الحمام عندك اغلى منها صح ولا مو صح؟ لك طبعا. شو جبرو؟ لك هذا العمري يا شباب العمري والمساوي. لك انا بشوف ندى طيره بألف طيره. لك يسلموا يا شيخ الكار على راسي احلى حميماتي بالشام. اهلين وسهلين اهلين. شو جبرو فكرت منيح؟ شو طلع معاه؟ خلصني شو طلع معاه؟ طلع معي طير انه ندى غالي سمعونا الفاتحه للنيه.